السلام عليكم ورحمة الله. هذا مثال حي لفائدة الجسر المغلوب، مثال حي وموجود قدامنا. هذا شوف كيف لاحظ كيف السترة كيف طلعت تقريبا بحدود 4 سنتي، يعني ما هو قليل. السبب انه عدم وجود الجسر المقلوب، فبالتالي البلاط عندما يتمدد ويمكن يفعل الحرارة تعرضه للشمس يزداد حجمه فيدف ايش؟ يدف على طول اللي امامه، سواء كان بلوك او كان جسر مقلوب. فاذا كان جسر مقلوب خلاص يقاوم الضغط هذا، بس لو كان بلوك كمان لاحظ هنا الان كيف طالع البلوك من برا تقريبا 2 سنتي او 2 سنتي ونص طالع برا، فكيف طالع بسبب عدم وجود الجسر المقلوب. الان ايش المعالج؟ ينفك هذا كامل ويتم ازاله الجزء اللي يمنع على البلوك هذا وعمل جسر مقلوب ثم البناء عليه ومن جديد البناء. شوفوا هذا مثال حي لفائده الجسر المقلوب. كمان لاحظ هنا، شوفوا هنا ما في شيء، ليش؟ لانه عمود ما حدث له ازاحه، بس هنا ازاحه وهنا ازيح البلوك اللي بمستوى البلاط. وشكرا.